معاكم مرة تانية، ودلوقتي هنتكلم معاكم بقى عن عودة شرايط الكاسيت من جديد. ويمكن الخبر اللي معانا هو انه شركة مولان الفرنسية، وهي الشركة الوحيدة اللي لسه بتنتج شرايط الكاسيت، قررت ان هي تسترجع نوستالجيا الجميلة اللي الناس بتفتقدها بشكل كبير جدا، خصوصا جيل الثمانينات والتسعينات، وتعمل جيل جديد من شرايط الكاسيت. السؤال بقى انه لو حصل إعادة إنتاج لشرايط الكاسيت لكن بشكل جديد وبشكل متطور شوية، هل الناس اللي كانت زمان بتحب شرايط الكاسيت هترجع تشتريه تاني، ولا خلاص اتعودوا على الأجيال اللي على الموبايل والتطبيقات الكتير اللي احنا بنوصلها بالعربية واحنا معانا الوايرلس السماعات، يعني الوايرلس والكلام ده كله بنسمعها واحنا ماشيين، مفيش بقى ووكمان وشرايط كاسيت وسي دي والحاجات اللي هي يعني محتاجة تخزين. ايوه، لا سيبك من التخزين، انت دلوقتي بتاتشايه مش دوسه بقى، كمان التاتشايه هتجيبي الالبومز وهتجيبي التاريخ كله بتاع المطرب ده او الفنان ده، لكن فكره ان احنا عايزين نرجع الشرايط من اول وجديد ممكن دي تبقى بنسبه قليله قوي، زي الناس اللي لحد النهارده بتسمع الجرامافون، بتحب تسمع عندها السيديهات بتاعه الاسطوانات القديمه وعندها الجرامافون اوريدي وعندها الاجهزه دي وبتشغلها، بيبقى ليها صوت، بيبقى ليها صوت، بس الناس دي بتبقى بقى يعني متذوقه جدا وعندها تيست عالي جدا، ان هم عايزين يسمعوا الصوت ده بتاع الاسطوانه دي، او عايزين يسمعوا صوت البقره، عايزين الحاجات دي كلها. يبقى الناس اللي بتحب الحاجات دي هي برضو الناس اللي هتروح على شرايط الكاسيت تشتريها، ممكن لان هم عندهم حنين للماضي، يعني عايزين يرجعوا يستخدموا كل حاجه كانوا متعودين عليها زمان. يعني انا بتهيألي دلوقتي معظم البيوت تخلصت من الكاسيت، مفيش فكره الكاسيت اللي موجود، والشريط حتى العربيات دلوقتي كلها الجديد منها بقى ينزل من غير كاسيت وبقى فيه سي دي، واعتقد انه لسه يعني كنت بتكلم مع نهى ولا كمان سي دي قدام كمان مش هيبقى فيه سي دي في العربيات، كله دلوقتي وايرلس يعني. ده حقيقي، بس عارفة الحاجات دي مثلا بتفكرني بإيه؟ تفكرني مثلا إن أيام زمان كان الواحد كده بيروح عامل كوكتيل أغاني، فاكرة ال أنا يعني أختي اللي كانت يعني فظيعة في الموضوع. أنا برضو كنت جات لي فترة كده كنت متيم إن أنا أقعد أسجل، بس أنا كنت بحب بقى الزرار اللي بيسجل ده، أروح مشغل الراديو وأروح مبوظ كل شرايط البيت عشان عايز مثلا اسجل مثلا فيلم شغال على التلفزيون عشان بحب اسمعه. تسجل شريط كاسيت ولا فيديو؟ لا شريط كاسيت. اسجل بقى فيلم مثلا الزوجه الثانيه، تمام، واتضح لي والله العظيم اتضح لي ان انا كده، وابويا الله يرحمه كان كده، بس ما كنتش عارف ان الهوا ده، وعمي كان كده، وكان دي وراثه بقى من غير ما تحس. من غير ما احس، وكانوا مثلا بيعملوا بقى ملقن، يعني مثلا يقول لك ايه دخل العمده دلوقتي، مش عارف ايه، يقعد بقى يعمل كده. ازاي بتسمعه؟ تسمعيه كانك زي راديو، زي الراديو، كانك زي ما المسرحيه بتشتغل او الفيلم بيشتغل في الراديو، فبيبقى فيه كده راجل اللي هو بدوره اللي بيشرح لك مثلا الممثل دخل دلوقتي على خشبه المسرح لابس كذا الحاجات دي كلها، فكنت بحب اعمل كده، وكنت بحب قوي الكاسيت ان يبقى في الزرارين دول لما بينزلوا كده، ولما ما كانش بقى الزرارين بينزلوا كنت بتحطي ورقتين في البتوعتين بتوع الشريط. طبعا الحاجات دي كلها انت مش عارفاها صح؟ لا بحاول افتكرها يعني. لا الشريط كان كده، وكان فيه بتوعتين بلاستيكتين كده، دول بتكسريهم اول ما الشريط بيجي عشان لو حد جاي يسجل ما يبوظش الشريط، لان الدبوس بينزل على البتوعتين دول، لو موجودين هيسجل، لو مش موجودين مش هيسجل، ما بيسجلش. فلو بقى البتوعتين دول مكسورين، انا مش فاكره اللي انت بتتكلم عنه، بس انا فاكره الزرارين اللي كنا بندوسهم مع بعض عشان يسجل، اللي هو الاحمر ايوه والبلاي التاني اللي والبلاي. هو العادي. لكن دي معلومه اول مره في حياتي اعرفها، بس احنا ما كناش بنسجل الحاجات اللي هي، لا في العموم كان في بابين مثلا، كان في كاسيت بيبقى فيه بابين او تسجيل بيبقى فيه بابين، فممكن تسجلي من شريط لشريط، مش لازم تسجلي. صح، احنا كان عندنا الكاسيت اللي هو بابين ده، انت كنت ايه استخدامه بقى عشان مش فاكره؟ كان باب بيشغل الشريط والباب التاني بيسجل الشريط اللي شغال. دي كانت تكنولوجيا جباره وما كانش موجوده في اي بيوت، دي كانت. طيب كان في اوبشن في الكاسيت انه انت تسرع الاغنيه عشان تجريها او ترجعها. ايوه الفورورد والباكورد. طبعا ده كان موجود، ده كان موجود الحمد لله. طيب الاوبشن بتاع والبوز ده طبعا ده كان موجود. الشريط بقى لما كان بيسف، فاكر؟ يوي وكنتوا تمسكوا قلم ايوه، كان في ناس محترفه بقى في الحركه دي. طبعا القلم اللي كان فيه، القلم الفرنسي بالذات كان هو اللي كان بيخش جوه بتاع تك 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 ترجعيه وبتاع، بدل ما تقعدي بقى تسرعي في البتاع يقول لك بيبوظ الهيد. صح،
انا هفكرك بقى بحاجات. طب هقول لك على حاجه، انت مسحتي بقى الهيد بتاع الفيديو كاسيت بتاع الفيديو؟ يعني ايه مسحت الهيد؟ ما فكرت. بص دي حاجات بقى لازم طبعا بقى نشرحها لنوران، لان برضو نوران اجيال. لا والله مش لا 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 لا, لا, لا مش عاديه ما تعديهاش. بص يا ستي مش هطول عليك يعني، لا مش هطول عليك بس قولي طول. بس نسيب السكريبت كده. بص يا ستي، احنا لما كنا بنأجر الشرايط من نادي الفيديو، فطبعا من ركنتها على الرف ومن بيت لبيت لبيت الشرايط بيبقى فيها تراب، فلما بتيجي عندك في الفيديو في الجهاز الفيديو بتطرب الهيد، فطول ما انت بتتفرجي تلاقي نخبشه وتلاقي مش عارف ايه، وممكن شريط يسف جوه او الحاجات دي كلها. فكان ايه اللي بيحصل؟ نروح فكين الفيديو اصلا نفسه، وجوه هتلاقي بقى ايه البكره بتاعت الهيد دي بتلف كده، فبورقه نتيجه ايوه تروحي والشريط كده بيلف، تروحي مدخله الورقه كده كده نضف كده نضف البتاع من التراب، وتبداي تتفرجي على الفيلم بكل اريحيه وكل حب من غير نغبش. انت كنت بتاجر افلام بقى تروح؟ كان في نادي الفيديو يا جماعه فاكرين؟ أيوة ده كانت شغلانه طبعًا. وكان مشروع ناجح طبعًا. جدا فتره الثمانينات والتسعينات. انه في نادي الفيديو انا رايح اجر فيلم. كان بيتاجر صح؟ كان بيتاجر. كان ينفع تشتري؟ كان صعب ان انت تشتري لان كان الغالي، كان غالي الحاجات. احنا انا فاكره احنا كان في البيت عندنا بقى دولاب فيديو كده، دولاب مخصص اسمه دولاب فيديو، كان فيه فيديو وكان فيه مكتبه كده للشرايط، وكان بقى فيه للسبوع وللفرح واي طبعا. مناسبه عندنا في طبعا. العيله، ولما كان بيبقى فيه مسرحيه حلوه، المسرحيه دي كان مثلا بابا انا فاكره كان يسجلها لي يتسجل. فيلم عربي ابيض واسود، توم اند جاري، اي حاجه كنا بنسجلها على التلفزيون. وتبقى مصيبه لو حد سجل بقى على الشريط بتاع المسرحيه او عيد ميلاد او حاجه. هو انت بقى السؤال هنا، لو انت سجلت على شريط اوريدي عليه حاجه، كانت الحاجه دي بتطير ولا كانت بولتين عشان مش فاكره اساسا؟ برضه دي كانت تقنيه عاليه، فكره ان انت يبقى عندك فيديو دي حاجه وعندك فيديو بيسجل ده حاجه. انا فاكره الزرار بتاعه كان اورنج كده. ايوه، وكان في كمان بقى فيديو او طلع تلفزيون بفيديو ان انت ممكن مثلا تنزلي وتظبطيه، ده ايام بقى وتسجل وتسجلي مثلا حلقه المسلسل اللي هتيجي على القناه الثانيه مثلا، تمام؟ فده كان برضو كان طالع كده اوبشن من الاوبشن. ويا سلام لما عملوا تلفزيون. انا عمال افتكر فيلم كمان. لما عملوا تلفزيون ممكن ان انت بتتفرجي على قناتين مع بعض، يعني يبقى مثلا القناه الثانيه شغاله وجاب القناه الثالثه. بس دي ما عدتش كتير. لا بس يعني دي كانت برضو ازاي يعني؟ ما احنا كنا بنقعد نتمنظر. انا جايب بقى تلفزيون 600,000 بوصه بيطلع منه تلفزيونين. وعلم الانسان ما لم يعلم. تفضلي بقى عماله تحولي كده قدام قرايبك، وبص بقى انا بعمل ايه. بص انا طب والله كانت ذكريات حلوه. أيوه. ليه بقى؟ لان ساعتها كانت المكتبه دي كانت بيبقى فيها كده شرايط ومترقمه. انا فاكره افلام محمود عبد العزيز كلها كانت عندنا. والله طبعًا. يا جماعه طبعًا. اللي هي الافلام بتاعه الثمانينات دي شقة من حق الزوجه، كل الافلام اللي كانت عندنا، والكيف وكانت في حاجات كانت بتتسجل، يعني كنا بنسجلها، وبالذات المسرحيات. بس كانت حلوه، بتبقى زهقان تقوم شغل فيلم، زهقان تشغل فرح مثلا، كنت تشغل يعني حد فرح مامته وباباه يشغله، سبوع، عيد ميلاد، الحاجات دي كلها كانت حلوه جدا. دلوقتي يعني يمكن في تكنولوجيا اكتر بكتير، بس احنا افتقدنا لطعم كل حاجه وذكرى كل حاجه كده معينه كانت يعني بنحتفل بيها لوحدها على حده كده. زمان بقى عايزه اقول لك على حاجه، كان بعد بقى عصر الفيديو ما انتهى وخلاص الناس، يعني انا اعتقد احنا تخلصنا من الكاسيت، الاجهزه كلها، الكاسيت ده كده كده معرفش هو راح فين، والشرايط دي كلها عندنا. هو تلاقيه بيقعد يبعد في البيت، يبعد يبعد لحد ما تلاقيه في البلكونه طرب مش عارف متغطي. ايه متغطي مع الراجل بتاع الروبيك جه خده في يوم من الايام حاجه كده. بس في بقى اهالي بيحبوا قوي يحتفظوا بالحاجات دي، مش عشان هم يعني بيستخسروا يرموها كعاده المصريين ان احنا بنحب الكراكيب طبعا، لكن ان هو لا ده حلو، ده مش هيتعوض، احنا مش هنجيبه تاني. حتى التلفزيونات القديمه، مش ال سي ديز وال اي دي، التلفزيونات القديمه التهمه دي واللي بالاريال، فاكر كنت تظبط الاريال وتقعد تجيبه يمين وشمال وبالالوان وبالبقره، الحاجات دي كلها طبعا كانت عند جدتي وكانت عندنا برضو في فتره قبل ما ال سي دي ده يطلع. كل الحاجات دي خساره تترمي، لانه دي دلوقتي تراث. بالظبط يعني ليها قيمه كبيره جدا. خلينا نعرف راي احمد.